السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم معنا إحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم 1016 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 21 وفاة، إنا لله وإنا إليه راجعون، بينما بلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 1334 حالة شفاء ولله الحمد. طبعا صرح وزير الصحة التركي أن 7 ولايات سجلت أقل حالات إصابة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وهي قارس، جناق قلعة، بارتن، بارتفين، أردهان، كوتاهيا ويلوا. طبعا هذول الولايات اللي سجلت أقل حالة إصابة بفيروس كورونا ولله الحمد، وإن شاء الله يتم القضاء على هذا الفيروس بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.